تدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى توصية قدمتها عضوتين في المجلس، طالبت فيها وزارة العدل برفض بلاغات التغيب عن المرأة التي بلغت سن 21 عاما. تأتي هذه التوصية بعد قرار الموافقة على السماح للمرأة بالسفر بعد سن 21 وتعديل وثائق السفر والأحوال المدنية بنفسها. تعد هذه التوصية الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الشورى باعتبار المرأة المتجاوزة 21 في سن الرشد والنضوج. معنا عبر الهاتف من الدمام الكاتبة الصحفية سحر أبو شاهين. أستاذة سحر، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني بداية قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع، هل هناك سن رشد للمرأة محدد في الأنظمة لدينا؟ نعم، بحسب التعديلات التي حدثت مؤخرا تم تحديد سن الرشد للمرأة بسن 21، وهو السن الذي يسمح لها فيه بأن تصدر جواز سفر بنفسها ويسمح لها فيه بأن تسافر بدون أخذ إذن لولي الأمر كما كان معمول به سابقا. وبالتالي فإن التقدم بهذه التوصية لمجلس الشورى قائمة على أساس أن الأنظمة لا يجب أن تتعارض أو تناقض بعضها بعضا. فكيف يعني يسمح للمرأة بأن تستخرج جواز السفر ويسمح لها بأن تسافر بدون إذن ولي، ولكن في ذات الوقت يحق لولي أمرها هذا نفسه الذي في نظام آخر لا يجب أن تأخذ إذنه، يحق له أن يتقدم ببلاغ تغيب في الشرطة ابتداء، وبالتالي بعد تقدم به للشرطة يرفع للنيابة ومن ثم للقضاء بحيث يمنعها من أن تتغيب بدون إذنه، يعني يمنعها من أن لا تتواجد في مكان بدون رغبته أو بدون علمه. هو كيف يحدث الأمر؟ يحدث الأمر أن الفتاة لا تعود للمنزل، فيتقدم ولي الأمر ولي أمر الفتاة ببلاغ للشرطة بأن ابنتي مفقودة، وبالتأكيد أنه يعطيهم رقم البنت. الشرطة وبعد أن تتصل على الفتاة يتضح بعد الاتصال سواء كان حدث رد أم لم يحدث رد، يتضح لدى الشرطة أن الفتاة هذه متغيبة برغبتها أم مفقودة. إذا كانت الفتاة بالفعل مفقودة، هنا يعني يتم الاستمرار في إجراءات البحث عنها. أما إذا كانت الفتاة متغيبة برغبتها، يعني لا ترغب في العودة للمنزل، هنا لا يجب أن ترفع أو تحول هذه الشكوى التي قد تقدم بها الأهل، لا يجب أن ترفع للنيابة وتحول بالتالي للقضاء، وهنا تصبح قضية هروب وقضية تغيب. هنا الإشكالية أن الفتاة حين لا ترغب بالعودة للمنزل، يعني ترغب في الإقامة في مكان غير منزلها سواء كان مع قريبة من قريباتها أو لوحدها، فيجب أن تحترم هذه الرغبة، لأن سبب تفضيل الفتاة أن لا تقيم في منزلها بل في مكان آخر هو إشكالات حلها ليس في القضاء، حلها في مكان آخر. لا تفضل الفتاة أن تخرج من منزلها وتفقد حضن المنزل إلا بوجود مشاكل، حل هذه المشاكل ليس بالإجبار وليس بالغصب بل حلها في مكان آخر.